السلام عليكم. شاب أمريكي ملحد يتحدى هذا شيخ أمام الناس، وحدثت معجزة كبيرة جدا أمام الجميع. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى اللايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكى عالم ليرد عليه، وحددوا لهذا العالم موعدا، وفي الموعد المحدد تراقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم، وخاف لأنه علم إنني سأنتصر عليه وأثبت لكم أن الكون ليس له إله. وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن التأخير، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة قد حدثت معجزة كبيرة جدا من الله أمامي، حيث ظهر في النهر ألواح من الخشب وتجمعت مع بعضها البعض بسرعة كبيرة، وتجمعت بشكل غريب حتى أصبحت ألواح الخشب قاربا في منتصف البحر. ثم اقترب القارب مني فركبت عليه وجئت إليكم. فقال الملحد: إن هذا رجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويسبح قاربا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فتبسم العالم وقال: كيف تقول ذلك وأنت تقول أن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟ فتعجب واقتنع الملحد بكلام العالم المسلم، وقال له: أريد أن أدخل في الإسلام. فسبحان الله، قد حدثت معجزة القارب حتى يقتنع الملحد ويدخل إلى الإسلام. وبالتأكيد الكثير من الناس يظنون أن قصة هذا القارب لم تكن حقيقية، ولكن ابتكرها هذا العالم وأصر أن يلقيها على الملحد حتى يقتنع بأن لكل شيء خالق. كان ذكي جدا لأنه استطاع أن يقنع الملحد، سبحان الله. وسنعرض لكم أيضا قصة هذه الفتاة اللبنانية التي تحدث الله سبحانه وتعالى، ولن تصدق ماذا حدث لها في النهاية. هذه القصة حقيقية وحدثت في لبنان. كان هناك امرأة لبنانية كانت تعيش في لبنان، وكانت تعمل في أحد شركات الطيران. وفي أحد الأيام أعجب بها زميلها في العمل وتقدم لها وتزوجوا. وكانت هذه المرأة متزوجة من رجل مسلم، والزوج كان يصلي كل يوم وكان ملتزم بكل تعاليم ومبادئ الإسلام. وكان الزوج يلاحظ على زوجته إنها كانت لم تصلي، وكانت لم تفعل ما يخبرها عنه الإسلام، ولكن كان الزوج يقول في نفسه إنها ستصلي في المستقبل. وكان يقول أن الإسلام دين يسر وليس عسر، وأن الإسلام دين الاقتناع وليس دين الإجبار، أي إنه خطأ إنك تجبر أحد على الإسلام، يجب أن تجعله يقتنع به لأنه الدين المستقيم والدين الصحيح. وأي شخص يبحث ويركز في الإسلام يكتشف بأنه الدين الذي يجعل حياة الإنسان صحية وصحيحة في الروح والجسد والتعامل مع الآخرين وكل شيء. وقال الزوج: أنا لم أجبرها على شيء هي لم تكن مقتنعة به، وسأصبر عليها وسأعلمها مبادئ الدين وسأجعلها تصلي. كان يصلي الزوج أمامها كل يوم حتى تقتنع بالإسلام، وكان كل يوم يخبرها عن الإسلام حتى تقتنع به وتصلي، وكان يخبرها عن عقوبة تارك الصلاة، وكان يروي لها قصص رائعة عن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحب الإسلام وتقتنع به. ولكن كل هذا الكلام بلا فائدة معها، ظل يحاول أن يعلمها الإسلام لمدة طويلة جدا، وكان صابر معها، ولكنها هي لم تكن مقتنعة بالإسلام نهائيا، وكانت لم تعترف بأي دين نهائيا وليس الإسلام فقط. الزوج للأسف انخدع في زوجته بعد الزواج، وفي هذه الفترة شعرت المرأة بألم شديد في البطن فذهبت إلى الطبيب، وبعد الكشف ظهر أن المرأة حامل في الشهر السابع، وكانت حامل في بنت. بالتأكيد أي زوج يعرف إنه سيأتي له مولود جديد يشعر بالفرحة الشديدة، ولكن كان العكس مع هذا الزوج. عندما عرف الخبر أن زوجته كانت حامل كان حزين أشد الحزن، لأنه لم يكن متفائل بزوجته وكان يريد أن ينفصل عنها قبل أن يحدث حمل ويأتي له طفل. كان يريد أن ينهي العلاقة كما بدأت بدون أي أطفال. رجع الزوج وزوجته إلى البيت. شعرت الزوجة أن زوجها كان حزين، فقال لها الزوج إنه لم يريد أن يكمل هذه العلاقة وإنه يريد أن ينفصل عنها،
فطلقها على الفور وانفصلوا عن بعض بسبب انها كانت ملحدة والعياذ بالله، وكانت تكره الاسلام وكانت تكره اي ديانة نزلت من السماء. وللأسف الزوج اكتشف هذا الامر بعد الزواج، فلذلك تركها وانفصل عنها وترك معها الطفلة الصغيرة. سافرت هذه الزوجة إلى أمريكا وكان معها الطفلة الصغيرة، وسافرت حتى تبعد عن زوجها وحتى لا يرى ابنته الصغيرة. وعندما سافرت إلى أمريكا كانت تعمل في أحد شركات الطيران في أمريكا، وفي يوم من الأيام رأت زميل لها في الشركة كان من أحد البلاد العربية، وهو شخص مسلم كان يصلي وكان يقرأ القرآن بشكل مستمر أثناء العمل، لأنه في هذا التوقيت كان في شهر رمضان المبارك، فكان الرجل يتعبد أثناء العمل. وكانت هذه المرأة تعمل معه في نفس الغرفة، فكانت تنظر له وهو يقرأ القرآن وتقول: ما هذا؟ أنا تركت زوجي وسافرت إلى أمريكا وأيضا يظل ورائي أشخاص مسلمين في كل مكان، ما هذا الحظ السيء؟ فرأت رجل يصلي وكان يدعي ويقول: اللهم اشفي ابني من المرض. فقالت للرجل: ماذا تقول؟ من سيشفي ابنك؟ هل أنت مجنون؟ لم أرى الله وأنت لم ترى الله، كيف سيشفي ابنك شخص مجهول أنت تعبده؟ قال لها: اتقي الله، ماذا تقول؟ أعوذ بالله، ابني مصاب بمرض وأنا أدعي له الآن، الإنسان ضعيف ولا حول ولا قوة له إلا بالله، وأن الله هو السبيل الوحيد للنجاة في هذه الدنيا. فقالت: ماذا تقول؟ أنت تتحداني؟ أنت الآن تدعي أن الله سيشفي ابنك، أنا الآن سأدعي أن الله يقتل ابنتي في البيت الآن، اللهم اقتل ابنتي الآن، هل تظن أن ابنتي ستموت؟ بالتأكيد لا، ولن تموت، لأنه لم يوجد إله، كل هذه خرافات. قال لها الرجل: والعياذ بالله، ماذا تقولي؟ لماذا تدعي على ابنتك؟ أنا لم أرى أي شخص في حياته يفعل ما تفعليه، نحن الآن في شهر مفترج وهو شهر رمضان، والآن أنت تدعي على ابنتك؟ قالت له: أنت تتحداني وأنا تعصبت، فلذلك دعيت على ابنتي وابنتي لم يحدث لها شيء بالتأكيد، وأتحدى الله أن يفعل لها شيء. ترك الرجل هذه المرأة لأنها كانت عنيدة جدا. فذهبت المرأة إلى المنزل ودخلت إلى باب المنزل، وكانت الصدمة المرعبة، فرأت المرأة ابنتها متوفية وهي تلعب في غرفتها، فرأت ابنتها في الأرض وحولها الألعاب. صرخت المرأة وظلت تبكي أشد البكاء وسكتت وقالت في الحال: أشهد أن الإسلام دين الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حزنت المرأة على ابنتها فترة كبيرة، واستقلت المرأة من العمل ورجعت إلى لبنان، ورجعت لزوجها وقصت عليه ما حدث معها. قال لها: كان هذا عقاب من الله لك، أولا لأنك تحديت الله عز وجل، وثانيا لأنك كنت تريد أن تبعدي ابنتي عني. قالت له وهي تبكي: أنا أعترف بالخطأ الكبير الذي فعلته، وأنا متقبلة هذا العقاب من الله، وأتمنى من الله أن يسامحني على هذا الذنب الكبير الذي فعلته وارتكبته، وأتمنى منك أيضا أن تسامحني. فقالت الزوجة: هل تقبل الزواج مني مرة أخرى؟ فسكت الزوج وكان يبكي أشد البكاء، وقال لها: أنا لم أبكي على حزني لك، لا، أنا أبكي لأنني سعيد جدا إنك رجعتي إلى الإسلام، ولم أحزن على فقدان ابنتي، لأن هذا قدر الله، وأنا موافق من الزواج منك مرة أخرى. وذهبوا إلى المأذون حتى يتزوجوا مرة أخرى، وعاشت حياة سعيدة معه. وكانت هذه نهاية القصة، والموعظة من هذه القصة أن الإسلام هو الدين الحنيف، وهو الدين الصحيح، وأي شخص يريد أن يتحدى الله أو الإسلام تكون النهاية له قاسية جدا. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.